الحلقة العاشرة من فقه البيوع. احنا مبارح خدنا الحلقة 9 وقبليها كملنا الحلقة 8، يعني كان في جزء من الحلقة 8 والتاسعة. النهاردة هنبدأ في 10، هنبدأ في الفصل الثاني من أسئلة هامة في البيوع. ما الوسائل الشرعية التي تبارك في الرزق؟ 3 وسائل. ايه هما؟ اولا تفريغ القلب من الدنيا، 2 شغل القلب بالعبادات خاصة العبادات التي تبارك في الرزق، 3 إتقان العمل. طب كيف، لماذا نفرغ القلب من الدنيا؟ للحديث القدسي عن أبي هريرة: إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. طب إزاي نفرغ القلب للعبادة؟ المطلب الأول اعتقاد أن الرزق في السماء مضمون. المطلب الثاني اعتقاد أن الله متكفل بوصول هذا الرزق من السماء. المطلب الثالث عدم قبول أي ضغط من أهل الدنيا ولو كانت الزوجة. لو عملت الثلاثة دول يبقى أنت فرغت قلبك. طب إيه الدليل على وجوب اعتقاد أن الرزق من السماء مضمون؟ قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا بيقول إن رزقنا في السماء وحلف على كده. قال الحسن: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوا. المطلب التاني، ما الدليل على أن الله متكفل بوصول هذا الرزق إلينا؟ قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. طيب إيه الدليل على وجوب عدم قبول أي ضغط من أهل الدنيا للتفرغ للعبادة؟ كل واحد بيشتغل على قدر معين على قدر حياته، بيبدأ أهل الدنيا يضغطوا عليه عشان يزود الشغل فيضيع نصيب الآخرة. ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي تزوجوه والنبي له حياة كفافا، دي حياته، ولو ربنا رزق بأي حاجة فهو للدعوة إلى الله تعالى ولأجل الآخرة. أما ربنا فتح لي الفتوح استمر في الحياة الكفاف، فاجتمعنا 9 وطلبنا أن يرفع لهن النفقة. معنى يرفع النفقة يبقى هم مش راضين على الجزء اللي هم اتجوزوهم وموافقين عليه. فقال تعالى: فالنبي اعتزلهن شهرا مستني منتظر الحل من السماء، وسبب انتظار الشهر دوت أن تنتشر الحادثة ويعلمها كل مسلم، لأن كل واحد فينا بيحتاج هذا الحل. قال تعالى: يا أيها النبي، ده الحل بقى اللي نزل للنبي بعد شهر، كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. لو عاوزين الحياة الدنيا وزينتها وأنا أشتغل ليل نهار وأسيب الدين، تعالوا أمتعكن، يعني أديكم المتعة، والمتعة لا يأخذها إلا المطلقة، وأسرحكن سراحا جميلة. وبعد ما تاخدوا متعتكم أسرحكن، يعني أطلقكن طلاقا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولو عاوزين الدار الآخرة يبقى أنتم اصبروا وبالورد بالقليل، وأي مال يجيلكم حوشوه في الآخرة. طيب سبب طبعا نزول الآية زي ما إيه ما احنا خدنا. طيب الوسيلة التانية الانشغال بالعبادات والدعوة إلى الله عامة التي تزيد الرزق وتبارك فيه. يبقى لازم طلعنا وقت لله، لازم ننشغل بالعبادات دي، لأن العبادات دي هي اللي بتزود الرزق. كل ما تكتر العبادة كل ما الرزق يزيد.
طب ما الدليل أن العبادات والدعوة إلى الله تزيد الرزق؟ قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. طب إيه أهم العبادات اللي بتزود الرزق جدا؟ يبقى كل العبادات بتزيد الرزق، لكن في أربع عبادات شديدة الصلة بالرزق. أول عبادة الاستغفار والتوبة، العبادة الثانية صلة الرحم، العبادة الثالثة الإنفاق، العبادة الرابعة الحج والعمرة. إيه الدليل على الاستغفار والتوبة؟ قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن كثير: أي إذا تبتم واستغفرتموه كثر الرزق عليكم. وجاء رجل يشتكي إلى الحسن الجد فقال استغفر الله، وجاء آخر فشكى الفقر فقال استغفر الله، وجاء آخر فقال ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال استغفر الله. فقال أصحاب الحسن: سألوك مسائل شتى وأجبتهم بجواب واحد وهو الاستغفار، فقال: ما قلت من عندي شيئا. يرسل السماء عليكم مدرارا للي عاوز مطر، ويمددكم بأموال للي بيشتكي الفقر، ويمددكم ببنين اللي بيشتكي عدم الولد، واللي عاوز يخش الجنة ويلقى ويتغنى ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طيب ما الدليل أن صلة الرحم بتزيد الرزق؟ أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصل. طب ما الدليل أن الإنفاق بيزود الرزق؟ قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. طب إيه الدليل الحج والعمرة بيزيد الرزق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. طيب الوسيلة الثالثة إتقان العمل. ما الدليل على وجوب إتقان العمل؟ قال الله تعالى: وأوفوا بالعقود. وقال الله تعالى: ويل للمطففين. وقبولك العمل وعد بإتقانه، والحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب كيف نتقن العمل بثلاث وسائل؟ أول حاجة تحدد نيتك أنك تعمل للإعفاف وليس للمتفاخر ولا للمباهاة. الوسيلة الثانية أنك تحدد العمل والوقت والمقابل وتظهر العيوب والمميزات بدون حلف. الوسيلة الثالثة تبكر بالعمل وتحافظ على المواعيد، فلا تقبل من الأعمال إلا ما تستطيع إتقانه. طيب الوسيلة الأولى، إيه الدليل أن الواحد لازم يحدد نيته للإعفاف لا للتفاخر؟ عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. تحديد كل حاجة في العمل، ما فيش نهي النبي عن الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا
فعسى أن يربح ربحا يمحق بركة بيعهما. طيب، وأبو هريرة قال قال رسول الله من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. وقال ابن عربي الغش حرام بإجماع الأمة لأنه نقيض النصح. طيب، الوسيلة الثالثة التبكير في العمل والمحافظة على المواعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. وحديث وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعث به في أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. طب ما وجيب الدقة في المواعيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. ده من علامات المنافق. ما الدليل على وجوب الإتقان وإن لازم تحافظ على اللي فات ده؟ إن النبي إن ربنا قال أوفوا بالعقود. قل قولي هذا واستغفر الله. قولي هذا واستغفر الله.